بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي بأن أرحب بضيف اليمن الكبير معالي الأخ جاسم بدوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، هو والوفد المرافق له، الذين يزورون العاصمة المؤقتة عدن في رسالة مهمة جدا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية والعكاس حقيقي لحجم الارتباط بين اليمن وأشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي في الجزيرة العربية، الذين نرتبط معهم ليس فقط بعلاقات التاريخ والنسب والدين والثقافة، ولكن بالمصير المشترك والوحدة المشتركة. نحن طبعا كان لأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي أدوار مهمة جدا في كل المفاصل التاريخية في تاريخ اليمن الحديث، لكن بالتأكيد دورهم في المبادرة الخليجية التي حرصت على تجنيب اليمن في حينها الدخول في أتون الحرب، الذي حرصنا كثيرا أن نتجنبها لولا إصرار ميليشيا الحوثي، ثم يعني وقفة أشقائنا في التحالف العربي الذين أتوا لنجدة إخوانهم في اليمن، وامتزجت دماء أشقائنا في الخليج مع يعني إخوانهم في اليمن للدفاع عن عروبة هذا البلد الذي يشكل عمق مهم جدا للخليج والجزيرة. هذه الزيارة كما قلت هي تحمل زيارة ورسالة قوية جدا وإيجابية للمجتمع الدولي والإقليمي، وتؤكد استقرار وتطبيع الأوضاع في عدن، كذلك تشكل رسالة مهمة جدا لدعم الحكومة اليمنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي. معالي الأمين العام والوفد المرافق له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن التقى مع فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة وأخوانه أعضاء مجلس القيادة، كذلك عقد جلسة يعني لقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وكانت هناك كذلك جلسة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية وبمشاركة من وزارة التخطيط ووزارة المالية، ناقشنا فيها آفاق التعاون المشترك، أكدنا ترحيبنا وشكرنا للدور المهم الذي يلعبه أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، ولكن مع الأمين العام بصفة شخصية أنا يعني تشرفت بزمالته في مواقع أخرى، وأعلم كم هذا الرجل يحمل من حب لأهله وأشقائه في اليمن. وجوده على رأس الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي يعني تعطي زخم كبير جدا، والدكتور عبد العزيز وكل اخوانه يعني في قياده الامانه العامه. ناقشنا في جلسه المشاورات يعني الملفات السياسيه، استعرضت لهم الموقف السياسي في اليمن، اكدت حرص مجلس القياده الرئاسي والحكومه اليمنيه على السلام وعلى اغتنام كل فرص السلام، ووضحت له حجم التنازلات وحجم المرونة السياسية التي أبدتها الحكومة الشرعية، وترحيبها في كل المحطات بكل المبادرات الإقليمية الذي بذلوها أشقائنا في المملكة العربية السعودية وكذلك الأخوة الأشقاء في عمان، والمبادرات المختلفة التي قدمت من المبعوث الأممي. وضحت له أنه لولا تعنت ميليشيا الحوثي وإصرارها على الحرب توفيتها لهذه الفرص، كانت هناك في فرص ونعتقد أن هالفرص لا زالت متاحة، لكن لابد من مراكمة هذه الجهود، ولابد من مزيد من الضغط على هذه الميليشيا التي في الأيام الأخيرة شاهدنا تصعيد كبير جدا في خطابها السياسي باتجاه بشكل غير معهود، تحشيدات عسكرية كذلك، لكن الأهم هو الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني، سواء بمنع الاستيراد تصدير النفط أو بما تضيفه من عباء اقتصادية. ناقشنا كذلك البرامج المشتركة، الدور الكبير الذي تلعبه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناديق الخليجية المختلفة والبرامج المختلفة والجمعيات الأهلية الخليجية. واليوم كذلك إن شاء الله يختم معالي الأمين العام بلقاء مع هذه المؤسسات الإنسانية والمؤسسات الأهلية المهمة التي تلعب دور كبير جدا في التنمية في اليمن. أكدنا على ضرورة سرعة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة مع الأمانة العامة لمناقشة جملة من المشاريع التنموية، سواء المشاريع التي سبق وأن تم بذل جهود كبيرة فيها لإعادة إحيائها، وآفاق جديدة مع طرح ما هي أولويات الحكومة اليمنية. أنا لا أريد أن أطيل، يعني أكرر بأن وجودهم اليوم هو الوفد المرافق له هي رسالة طيبة لليمن ولمدينة عدن، هذه المدينة الصامدة، هذه المدينة التي تحمل الآن المشروع الوطني، هذه العاصمة
التي منها وفيها بإذن الله يتم استعادة الدولة واستعادة اليمن رغم كل التحديات، لكن هناك جهود كبيرة تبذل بدعم وشقائنا في مجلس التعاون الخليجي. بإذن الله سنكون قادرين على تجاوز هذه المحنة الاستثنائية. أكرر أخي معالي الأمين العام ترحيبي بمعاليكم والوفد المرافق، وبإذن الله يعني بقدر أهمية وتاريخية هذه الزيارة بقدر ما سيوقع على عاتقنا سويا المضي في جملة من المهام والواجبات للنهوض والارتقاء بمستوى العلاقات التاريخية بين اليمن وشقائه في مجلس التعاون الخليجي. اسمحوا لي أرحب أخي معالي الأمين العام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على دعوة كريمة من أخي معالي وزير الخارجية وبناء على تكليف من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قمت اليوم والله الحمد بزيارة بلدي الثاني الجمهورية اليمنية، والحقيقة كانت زيارة ناجحة إلى كافة الأبعاد وانعكاساتها الإيجابية واضحة وجلية لنا، وإن شاء الله سنأتي ثمارها إن شاء الله في القريب العاجل. التقيت وتشرفت بلقاء فخامة الرئيس، رئيس المجلس الانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية، وتم التركيز على النقاط التالية خلال لقائي مع القيادة السياسية في اليمن. قمنا بشكر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي ومعالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين على الدعوة الكريمة لزيارة الجمهورية اليمنية الشقيقة. قمنا بالإشادة بالعلاقات الخليجية اليمنية وما يربطها من أواصر القربة والود والتآخي والتاريخ المشترك. قمنا أيضاً بتأكيد حرص دول مجلس التعاون وسعيها الدائم لاستقرار اليمن وتنميته وازدهاره. أكدنا أيضاً على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. قدمنا دعمنا الكامل من دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم جهوده للتوصل إلى الحل السياسي الشامل بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه. أيضاً قدمنا دعم تنفيذ مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون واستضافتها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل من العام الماضي 2022، والتي تم فيها التوافق على رسم خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. كما قمنا بالإشادة بالجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، كما جددنا الدعم لجهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. كما أيضا أكدنا على استمرار دعم دول مجلس التعاون لليمن الشقيق في كافة المجالات لا سيما المجال السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والإنساني. أكدنا أيضا على ما توليه دول مجلس التعاون من أهمية للشراكة الاستراتيجية التي تربطها مع اليمن والإعراب عن التطلع لتكثيف التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات كالتعليم والصحة بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية والتجارية حال الوصول إلى حل سياسي في اليمن. رحبنا أيضا بإعلان الأمم المتحدة عن الانتهاء من عملية تفريق الناقلة صافر وجهود وتكاتف المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة وبالأخص الدول الخليجية التي تبرعت لهذا الهدف. في الختام نحن يحدون الأمل أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى تجديد الهدنة الإنسانية تمهيدا للعودة إلى طاولة المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. أود أن أشكرك معالي الوزير
وأؤكد لك أن الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق دائما في قلوبنا، ونحن إن شاء الله داعمين لكم في سركم وضركم. وألف شكر على الحفاوة وطيب الاستقبال. شكرا.